السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام، أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دين ودينار. قضايا مالية في الصرف، الكثير يسأل عن حكم المتاجرة في العملات، ويسأل عن شراء الذهب بالدين أو بالتقسيط، ويسأل البعض من الناحية الاقتصادية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقابض في مبادلة الذهب بالذهب وفي سائر الأصناف الست المثلية الربوية التي قال عنها الفقهاء. قضايا مالية في الصرف عنوان حلقة اليوم من برنامج دين ودينار، وضيفنا الليلة فضيلة الدكتور محمد الجرف، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، قبل الحديث عن القضايا المالية التي ذكرت بعضها ذكرت بعضها في المقدمة، ما المقصود بالصرف؟ ما معنى الصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للصرف، هو عبارة عن نوع من أنواع البيوع، أو هو أحد عقود المعاوضات. فالبيع إجمالا كما يقول الفقهاء عبارة عن مبادرة مال بمال، يعني أي شيء يطلق أي لفظ المالية يكون محل للبيع، مثلا سيارة، أرض، نقود، ذهب، فضة، أو منفعة مثل خدمة طبيب، خدمة مهندس، أو حق من الحقوق، حق ابتكار، حق اختراع، إلى غير ذلك من الأمور، يبادل بآخر ولو كان أحدهما حالا والآخر في الذمة، أو كان أحدهما نقد وكان آخر عين أو منفعة. فإما يكون عين مقابل عين، أو منفعة مقابل منفعة، أو حق مقابل حق، أو عين مقابل منفعة أو مقابل حق، والعكس. نعم. فإذا هو عبارة عن نوع من أنواع البيوع، ولكن هو يختص بأحد يعني أحد أفراد المال اللي هو النقد، فهو عبارة عن مبادرة نقد بنقد. إذن هو الصرف في الأساس هو عبارة عن بيع من البيوع، يختص بأحد ما يسمى، ما يطلق أي لفظ المال، وهو النقد. والنقد طبعا في المصطلح ليس فقط اللي هو العملات المتعارف عليه في الوقت الحاضر، ولكن هو يشمل يعني الذهب والفضة. فالنقد اللي هو الذهب والفضة هي كما يقول الفقهاء هي أثمان بالخلقة، بمعنى أنها وجدت من الله سبحانه وتعالى، وجدها لتكون عبارة عن أثمان ليشترى بها باقي الأشياء، فهي أثمان تشترى بها المدفوعات. وأيضا كانت تعتبر في السابق تعتبر مخازن للقيمة، إذا واحد كان يريد أن يدخر فيدخر ذهب أو يدخر فضة. هو يعني كما تعلم فضيلة الدكتور إنه المال له خصائص، ومنها كما تفضلت أنه مخزن للقيمة، وأنه معيار أيضا للقياس تسعير الأشياء، وغير ذلك من وظائف النقود. لكن أريد حقيقة يعني أن أصل في نهاية المطاف كلمة الصرف، ونسمع هذه الكلمة بين الناس متداولة، يعني يقول والله صرفت العملة الفلانية بكذا دولار أو والعكس. هذا موضوع الصرف إيش يعني؟ طيب، هو يا دكتور الصرف عبارة عن مبادرة نقد مقابل نقد. جميل. بمعنى ممكن يكون ذهب مقابل ذهب، فضة مقابل فضة، ذهب مقابل فضة، نقد مقابل اللي هي عملات ورقية موجودة حاليا، عملة ورقية مقابل عملة ورقية من يعني من نوع آخر، أو عملة ورقية مقابل ذهب، أو عملة ورقية مقابل فضة، وهكذا. فإذا الصرف هو عبارة عن مبادلة نقد بنقد على اختلاف صور النقد، سواء كانت عملات أم كانت ذهب أم كانت فضة، مما يطلق عليه مصطلح النقد أو النقود. جميل. دكتور، يعني كما تعلمون هناك أحكام خاصة بالصرف بيّنتها بعض الأحاديث وبيّنها الفقهاء، ما هو الأصل الذي اعتمد عليه الفقهاء في تأصيل هذه الأحكام التي سنتحدث عنها بعد قليل؟
هو في الأساس بالنسبة لموضوع البيع في الأساس يجوز أن يكونوا العوضين هما البدلين، يعني يكون الاثنين فورا أو يكون أحدهما فورا والآخر مؤجلا ما عدا موضوع النقود اللي هي الذهب والفضة والعملات. فلا بد هنا من وجود التقابض، بمعنى خذ وهات. يعني ممكن أنا أشتري السيارة، ممكن تكون السيارة موجودة الآن والثمن مؤجل، أو الثمن موجود والسيارة مؤجلة وهكذا. لكن أنا قصدت دكتور، سأتكلم نتكلم عن الأحكام، لكن قصدت الأحاديث والأدلة الشرعية التي اعتمد عليها الفقهاء في تأصيل هذه الأحكام، ومنها التقابض ومنها المساواة، يعني إذا اتحد الجنس ونحو ذلك. نعم. من الشروط التي سنتحدث عنها، هل هنالك أحاديث وردت عن النبي صلى الله نعم. عليه وسلم؟ نعم هناك حديث مشهور متداول بين الفقهاء، وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل سواء يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جميل. هذا الحديث هو العمدة الذي اعتمد عليه الفقهاء بالنسبة لموضوع الصرف. هناك حديث آخر لبلال ابن رباح رضي الله عنه، وهو أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بنوع جيد من طيب من تمر خيبر. نعم. فقال: هل كل تمر خيبر جيد بهذا الشكل؟ فقال بلال: لا، إنما نحن نشتري هذا الصاع بالصاعين بالثلاثة. يعني هو كما يقول سيد كما قال بلال رضي الله عنه أنه باع اشترى هذا الصاع بصاعين من تمر كان عنده تمر رديء، يعني ليس بمثل هذه الجودة، فباعه لهذا لشخص آخر مقابل صاع من هذا التمر الجيد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. بيع يعني بيع التمر اللي عندك بنقو بالجنيب، نعم، ثم اشتري، يعني كان في هناك حل وسط، وهو أن يبيعه بالنقود ثم بعد ذلك يشتري بالنقود هذا التمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سنعود إلى هذه الأدلة بالتفصيل وتوضيح بعض معانيها دكتور، لو نقف عندها. لكن اسمح لي أخذ هذا الاتصال من السعودية، الأخ محمد، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ محمد، تفضلوا. تحية كبيرة للدكتور غسان، وأقول الحمد لله على السلامة وعودة حميدة. الله يبارك فيكم، شكرا لك. تحية للضيف الكريم الكبير ومنورين الشاشة. بداية نحب أن نقول اللهم بارك في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمان. الحلقة اليوم عن الصرف، أكيد هو صرف العملة ليس كذلك؟ نعم. فيطول العمر، معليش عندي سؤال إن شاء الله يعني يكون فيه المنفعة والدال أو السائب بخير كفاءة. بالنسبة لشركة الأجهوري السويسرة، قبل 30 أو 40 سنة يوم اشتركوا في هذه الشركة، كان الاستثمار فيها بالعملة الأمريكية بالدولار، والدولار كان ذاك الأيام مقابل الريال على ما أعتقد أنه 33 أو 33. اليوم الدولار 3 مقابل الريال 3.75، يعني في فرق حول 40 أو 35 هللة. الإخوان في المصفي أو المسؤول المحاسب عن الأجهوري، ألو؟ نعم معك، تفضل. المصفي عن موضوع الأجهوري، الإخوان يسألوه ويتصلوا عليه ما يعطيهم أي رد، فما أدري كيف نقدر نسمع أو نفهم منكم هذا الفرق، كيف يكون معالجته؟ إن هم بيقولوا إنه فقط يدفعون الأصل، ما أدري الأصل هذا كيف، على أي سعر. بارك الله فيكم، وكمان نهني سوق المال أو بطرح تداول قريبا إن شاء الله، وكل عام بخير وأسف على الإزعاج. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا على تواصلكم. فضيلة الدكتور، لعلي قبل أن نعود إلى الأحاديث، وكما تفضلت حديث عبادة بن الصامت، ذاك الحديث العمدة فعلا فيما يسمى بالصرف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث الذي سنقف عند بعض معانيه قبل أن نتكلم عن الأحكام التي تختص به.
ما رأيك بالنسبة لي فيما ما يسمى بتضخم العملة وهو صرف أيضا فضيلة الدكتور، والديون هنا وتغير قيمة الصرف هذه، ما رأيكم حولها؟ الآن بالنسبة للعملات الآن في الوقت الحاضر هي تعتمد على اقتصاد الدولة قوة وضعفا وارتفاعا وانخفاضا، وهي الآن أصبحت عبارة عن سلع تباع وتشترى، فيدخل في يعني يدخل في تحديد قيمة العملة في الوقت الحاضر عوامل متعددة، منها عوامل الطلب على العملة. يعني أنا الآن الاقتصاد عندما يكون قويا في دولة من الدول وتصديرها يعني كبير للأسواق العالمية، يزيد الطلب على عملة هذه الدولة بسبب زيادة التصدير. الآن نفس الشيء، لما الآن البترول مثلا محدد بالدولار الأمريكي، فجميع المعاملة تتم بالدولار الأمريكي، فهنا طبعا يزيد الطلب على الدولار الأمريكي مما يجعله يعني يعطيهم نوع من القوة. أحيانا في بيانات اقتصادية ممكن يعني تخلي العملة تطلع فوق أو تنزل أسفل، أحيانا بيكون في هناك عملية مضاربات على العملة كما صار في شرق آسيا قبل فترة من الزمن. نعم. فليس هناك عامل، ليس هناك عامل وحيد يعتبر اللي هو يعني يتحكم في قيمة العملة، إنما قيمة العملة تحكمها عوامل متعددة مختلفة، فلذلك هي يعني تتغير بتغير هذه العوامل إيجابيا وسلبيا. جميل جميل. فيما يتعلق دكتور بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح أو الشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فإذا يعني اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هي المعاني التي يمكن أن نأخذها من هذا الحديث؟ أولا عندما يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، بمعنى عندما تبيع الذهب بالذهب، وعندما تبيع الفضة بالفضة، وعندما تبيع التمر بالتمر، وعندما تبيع البر بالبر، وعندما تبيع الشعير بالشعير، وعندما تبيع الملح بالملح، فهناك مجموعة من الضوابط يجب أن تتقيد بها، وهو أول حاجة مثلا بمثل. المثلية طبعا هنا بمعنى إذا كان مثلا بالكيلو بالجرام بأي حاجة من نوع الموازين، البدلين يكونوا قد بعض، بمعنى أنه مثلا حبيع مثلا 10 جرام ذهب ب 10 جرام، ليست 10 ب5 أو 10 ب7 وإلى آخره، هذا واحد. التساوي في وحدات القياس أو الأوزان. بالضبط بالضبط، التساوي واحد. أيضا عندما يقول يدا بمد، بمعنى يدا بيد، بمعنى أن يكون في هناك تقابض، ليس هناك تأجيل أحد البدلين. النساء يعني أنا الآن النساء ممنوع. نعم ليس هناك تأجيل أحد البدلين اللي هو الثمن والمثمن، يجب يكون في هناك تقابض، بمعنى خذ وهات بحسب طبعا بحسب يعني ما هو موجود في ذلك اليوم. فإذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عملية ضوابط. طيب جاء بعد ذلك فقال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى لنفرض مثلا ذهب مقابل فضة أو فضة مقابل ذهب، وهما يشتركان في نفس العلة وهي الثمنية الغالبة أو غلبة الثمنية، فهنا لكن من جنسين مختلفين، من جنسين مختلفين، نعم يجوز التفاضل، يجوز التفاضل، ولكن يشترط هناك يشترط التقابض والحلول، بمعنى حلول الثمن وحلول المثمن. بمعنى لو أريد أنا أشتري مثلا كمية من الفضة وأدفع مقابلها كمية من الذهب، هنا الجنسين مختلفين، فهنا يجوز التفاضل، بمعنى كان أشتري جرام ذهب بعشرين فضة أو 15 أو 10، ليس هناك بحسب سعر الصرف في ذلك اليوم، ليس هناك مانع من ذلك. والتطبيق المعاصر اليوم أن يشتري الإنسان بالعملة التي معه ذهبا، اختلفت الأجناس يجوز فيه التفاضل، لكن اشترط التقابض. سؤالي هنا دكتور، بالضبط سؤالي هنا، قد يسأل سائل لماذا من الناحية الاقتصادية لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم التقابض في هذه الأصناف الثمنية هنا في الذهب والفضة إذا بادلناهم مع بعضهم البعض؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت دكتور أجاز لنا التفاضل الفضل، لكن لم يجز ما يسمى بالنساء أو التأخير، تأخير أحد البدلين أو التقسيط أو الدين. السؤال من الناحية الاقتصادية لماذا
يعني يأمر أو تأمر الشريعة بأنه يكون هناك تقابض في مثل هذه المبادلات؟ ما هي الحكمة؟ نعم، هو أجاز التفاضل مع اختلاف البدلين وليس مع تساوي وليس مع تماثل البدلين. يعني هو أجاز التفاضل مع اختلاف البدلين، بمعنى الذهب مقابل الذهب، أو في الوقت الحاضر ريال سعودي مقابل دولار أمريكي مقابل استرليني مقابل يورو مقابل أي عملة من العملات. جميل، هنا التفاضل هنا يجوز، ولكن الذي يمنع هنا اللي هو أن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجل، بمعنى يجب أن يكون الثمن والمثمن في الوقت الحاضر كلاهما من جنس التقابض. واحد. نعم. آسف. نعم، يكون في هناك تقابض. نعم. طيب، السبب هنا طبعا المعاملات بالنسبة للبيوع أو المعاوضات في الفقه الإسلامي تقوم على العدل وعلى على العدالة. طيب. فهنا عندما يكون التقابض عندما يكون التقابض والتماثل موجودين، فهنا تتحقق العدالة لكلا الطرفين اللي هو البائع والمشتري. ولكن نحن نرى الآن في الوقت الحاضر أن العملات تتذبذب بشكل سريع، يعني عندك تقريبا لو تتبعت أسواق العملات تتذبذب بشكل يعني بشكل مو ليس بشكل يومي، إنما بمعدل يمكن يعني في الدقيقة وحتى في الساعة وفي يعني تزيد وتنقص. فهنا عندما يكون في هناك تأجيل فأكيد حيكون في هناك خسارة. حلو. لأحد الطرفين. جميل. ومكسب الطرف الآخر، هذا ملحظ. ومن ثم هنا حيكون نعم حيكون في هناك نوع من التنازع والنزاعات ما بين هذا الشخص وهذا الشخص. يعني دكتور، يعني أنا فهمت من كلامك أنه أحد الطرفين سيربح والآخر سيخسر من خلال هذا التذبذب والتبدل. نعم الدكتور. اسمح لي قبل أن تكمل هذه الفكرة، اسمح لي معذرة أن أخذ هذا الاتصال من فلسطين، الأخ محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ، أنا عندي محل ذهب. زين، تفضل. هلا أحيانا تجيني زبون أخت عزيزة بتجيني بتقول لي معي زنجاطة، بدي مقابل ذلك أحباب. نعم. تمام، مفهوم لحد الآن سيدي؟ مفهوم. نعم. هلا بفتح جراري أنا على أساس إنه تعرف إنه لازم أنا أدفع لها فلوس وبعد هي تشتري تحت. صحيح. هلا بفتح الجرار احيانا بيكون عنده 1000 2000 3000 5000 دينار مني، بفتح الجرار بيجي زبون ثاني قبلها ببيعني غراض وبسحب حاله بيطلع معي، ما في مشكله. بس لما يكون انا بيجي زبون الثاني بده عمليه البدل، بدي ادفع له فلوس، بفتح الجرار ما بلاقي فلوس عندي، فهي الناحيه شو لازم اعمل؟ ما هو الحل الشرعي يعني حتى يعني؟ نعم 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 نعم. أشكرك أخي محمد. هو حقيقة هذا الموضوع يعني أكثر من مرة حقيقة يعني كان هناك رأي لبعض العلماء يعني تخريج فقهي. دكتور، يعني معذرة قبل أن نكمل، الحكمة التي من أجلها يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم التقابض، وهذا له علاقة. يعني اليوم يشترط التقابض في شراء الذهب، شراء الذهب بالدين أو بالتقسيط ما بيجوز، هذا باتفاق العلماء. وانت الان نعم. دكتور كنت تبين لنا الحكمه من وراء ذلك، وتكلمت عن يعني بعض الحكم انه نخشى ان يكون هنالك تذبذب وهذا يؤدي الى يعني احد المتعاقدين يكون عنده فائده والاخر يكون عنده خساره، وبالتالي يكون في منازعه بينهما. قبل ان نكمل الحكم، مثل هذه الحاله التي يتفضل بها الاخ محمد، وهذه الحاله على فكرة دكتور كل من يعمل بالمحلات الصياغة يعني يتعرض لها. أحيانا تأتي المرأة أو الرجل تأتي بذهب مستعمل وتريد استبداله بذهب جديد، طبعا بحسب القواعد الفقهية ينبغي أن يتساوى في الوزن، لكن في اليوم ما يسمى بالصياغة بالموديل الجديد الآن اللي فهذا له قيمة، فكيف يمكن المبادلة؟ وفي حال لم يوجد معه النقد ليشتري القديم ومن ثم حتى يدفع لها الثمن وتلك المرأة أو الزبون يدفع له مرة أخرى، ما هو الحل الشرعي؟ هل يستطيع أن يقرضه يعني مبلغا من المال؟ هل يستطيع أن يبيع بالدين؟ ما هو المخرج؟ هو طبعا القاعدة عندنا واحدة، لابد يكون في هناك تماثل، آسف، يكون في هناك تقابض، لأنه الآن إحنا عندنا صار عبارة عن عملة مقابل ذهب، فلا بد يكون في هناك تقابض في الحال بين الطرفين.
التأجيل هنا غير مسموح به، يخرج على الأصل، وسواء كان التأجيل لكل الثمن أو لبعض الثمن، وسواء كان يعني ذهب قديم أو ذهب جديد كما يقال هنا، اختلاف الجودة لا يؤثر بالنسبة للمبادلة. هو هنا يعني فضيل الدكتور يعني التيسير على الناس، ألا نستطيع أن نقلد يعني رأي ابن تيمية وابن القيم الذين يعني كانوا متساهلين في موضوع الذهب الجديد بالقديم؟ ما هو رأيك حول هذا الموضوع؟ اسمح لي فضيل الدكتور أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام كونوا معنا.